100,000 حالة طلاق، أنه حسب الإحصائيات ملي في شهر واحد كيتقدم 100 طالب زواج، كيتقدم معاه 50 طلب ديال الطلاق في المحاكم، بنسبة أن 50% من علاقات الزواج كتنتهي بالطلاق، وهذا رقم مهول، يعني ما كاينش في جميع دول العالم. اليوم كاين سؤال كبير وعريض، علاش وصلنا إلى 100,000 حالة طلاق، وعلاش وصلنا إلى 50% من الحالات ما بين أنه إلى تزوجوا 100 الناس 50 منهم كيطلقوا. صحيح أن كاين بعض التفسيرات أنه كاين مشاكل اقتصادية ومشاكل اللي ما كتخليش العلاقة تستمر، ولكن أحيانا كنلقاو بعض الحالات أنهم كيصرفوا 100 مليون على العرس وما كيدوزوش حتى سيمانة. وبالتالي هذا المشكل المادي ماشي هو معيار حقيقي لدراسة أسباب الطلاق الحقيقي، ولكن المسكوت عنه هو الدور الذي تقوم به مجموعة من المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق النساء في الدفع بهم إلى سلوك مصادر الطلاق، علما أن هذه الإحصائيات المواكبة اللي كيسميوها المواكبة ديال النساء في المحاكم هما كيتخلصوا عليها، لأن في العام خصهم يصيفطوا تقارير المنظمة الدولية بأنهم طلقوا هذا العدد من النساء وواكبوهم في المحاكم حتى خذوا بين قوسين الحق ديالهم في الطلاق. الدور الذي تقوم به أو يقوم به بعض المؤثرون والمؤثرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه ظاهرة التي تتنامى يوما بعد يوم. يمكنك تتبعوا مؤخرا العديد من الخرجات بعض المؤثرات والمؤثرين الذين يدعون الشباب إلى الطلاق بأنهم معنا ما نديروا بالزواج وبأن الطلاق أحسن حل، ويحرضون النساء على سلوك هذه المصادر، ويحرضون الرجال إلى التسرع في سلوك مصادر التطليق. هذه أشياء ما كنلقاوش المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسلط عليها الضوء بقدر ما البحث عن أسباب جانبية، وهذه هي أسباب حقيقية. هو أنه للأسف اليوم المغرب مخترق من مجموعة من المنظمات ذات الارتباطات الأجنبية والتي تعمل ليل نهار على تهديم الأسرة، على تهديم هذه الأسرة، لأن تهديم الأسرة هو تهديم لكافة القيم. إلا بغيت تخترق شي مجتمع كيفما كان بالمخدرات، بالأمراض الجنسية، بالمشاكل النفسية، فاخترقه عن طريق الأسرة. الأسرة هي البوابة الأولى لكافة أنواع الاختراقات. لذلك غادي تفاجئوا من أن عدد الجمعيات المهتمة بالمطلقات والمهتمة بالمعنفات بين قوسين يفوق مئات الآلاف في المغرب، في حين أن جمعيات تهتم بتعليم النساء في القارة والبوادي معدودة على رؤوس الأصابع، في حين أن جمعيات التأهيل ديال النساء الغير يعني متعلمات، تأهيل ديالهم في اكتساب مهارات يعني تعطيهم كرامتهم وتفتح لهم أبواب الشغل، معدودين على رؤوس الأصابع. حتى التقارير تهتم فقط بمواضيع محددة، وما كنشوفوش اهتمام حقيقي بالوضعية الاقتصادية للمرأة. إذن في الجلسة الثالثة أتشرف اليوم بدعوة من مؤسسة الزاوية للفكر والتراث، وهي المؤسسة التي تشتغل إلى جانب الحزب المغربي الحر في إثارة مجموعة من القضايا السياسية والثقافية والفنية اللي كيعيشها البلاد. اليوم تم اختياري، مشكورين المؤسسة على هذه الدعوة الكريمة لمناقشة موضوع يثير الكثير من الجدل اليوم في المغرب، ألا وهو موضوع
الإصلاحات التي ينتظرها المغاربة حول مدونة الأسرة والتي دعا إليها أمير المؤمنين جلالة الملك في خطبه الأخيرة. طبعا هذا الموضوع اليوم يثير كثير من السجال ومن ارتباك عند المجتمع وتخوفات عنده الحق فيها المجتمع، خصوصا بعد تصرفات الخارجة عن منطق الحياد لكي يتصرف فيها أحد أعضاء اللجنة اللي هو وزير العدل، تصرفات أقل ما يقال عنها أنها خارجة عن السياق المعتاد اللي تعودناه في الشخصيات التي تولت إصلاح المدونة عبر تاريخ المملكة. كان هضروا هنا على السي محمد بوستة، كان هضروا على قامات كبيرة. لذلك فاليوم خصنا نوضعوا مجموعة النقاط على الحروف، لأن بدينا كنشاهدوا مثلا تقرير ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان اللي هو خارج السياق، خارج ثقافة المغاربة، خارج هوية المغاربة. لذلك أرتأينا اليوم أن في هذا الموضوع نجاوب على العديد من الأمور التضليلية والأمور التي تسعى إلى إخراج المغاربة عن هويتهم وعن ثقافتهم وعن الأسرة التي يتمنون وينتظرون أن تكون عليها الأسرة المغربية. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.